تاني خبر معانا عن الاجتماع الفني لمباراه الاهلي وريال مدريد اللي هيكون الساعه 5 النهارده في قاعه المؤتمرات باستاد مولاي عبد الله بالعاصمه المغربيه الرباط، ويحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجى امين الصندوق والمنسق العام للبعثه، والكابتن سيد عبد الحفيظ واحمد ابو عبله طبيب الفريق والطاقم الاداري، وهيكون موجود برضو الطاقم الاداري والفني لفريق ريال مدريد ومسؤولين اللجنه المنظمه للفيفا وطاقم تحكيم المباراه علشان يتفقوا على تفاصيل المباراه والوان التيشيرتات وكل التفاصيل. هنستنى اكيد نعرف كل التفاصيل الساعه 5 ان شاء الله.